إذن هذا عمل قمت به في هذا النطاق اللي عنده هدف ديال تجويد الحكامة في المغرب، محاولة أو مشاركة في تفكير وتقديم بعض التوصيات. شنو هي الإشكالية؟ الإشكالية هي أن القانون اللي كيسير الماء في المغرب كيتعلق إلا بالماء داخل البلد، وكلما هو شاطئ ومياه البحر عندها قوانين أخرى. الآن إدماج هاد المجالات، المجال الداخلي والمجال الشاطئ، هي تفكير قاموا به بعض الدول وغيروا القوانين ديالهم باش يكون تسير شمولي ودامج للمجالين ككل. إذن اليوم غادي نقدم الدراسة اللي عملت، اللي هي سمحت لنا بتعريف القوانين كلها ديال المدينين، إما الداخلي أو الشاطئ، وأيضا المؤسسات الفاعلة باش يبان أن إلا عملنا هذا الإدماج يمكن كاين واحد التقليص ولا واحد لا ميزون كوهيرانس إلا بغيتي تقول ديال الحكامة. ثم عملنا بنشمارك مع ثلاثة ديال البلدان. أولا السنغال اللي هو بلد مهم لأن عنده مياه مشتركة مع بلدان مجاورة له، ولكن هما ما عندهمش قانون كيحمي الشاطئ تماما، ولكن عندهم شراكات مهمة في الجانب ديال البحر الأطلسي. اختارينا أيضا تونس، تونس عندها تجربة أخرى باش ناخدو شنو هما الأشياء اللي سيمكننا نستفدو منها. ثم خدينا المثال ديال فرنسا، اللي فرنسا كتطبق هاد الإدماج في القانون ديالها، وغادي تشوفوا إلى تابعتي الدراسة أن هادشي سمح لها أنها يكونوا الأرقام تتغير، لا ديال القوانين ولا ديال المؤسسات اللي كتدخل في التسيير وفي الحكامة ديال الماء بالنسبة لهذا الموضوع بالذات. كنظموا هاد الورشة والدائرة المائدة المستديرة حول موضوع مهم اللي كيهم المغرب، هو موضوع الماء. اليوم كنركزوا على واحد الدراسة اللي قمنا بها حول حوكمة الماء في المغرب، وكنقدموا اليوم أهم النتائج ديال هاد الدراسة، كما كنقوموا بتقديم تجربة ديال دول تانية من جوج ديال الدول الإفريقية، هي تونس والسنغال، ودولة أوروبية اللي هي فرنسا. موضوع الماء هو موضوع جد مهم بالنسبة لنا. التنمية الصناعية ما يمكنناش نفصلوها عن موضوع الماء. أول حاجة الصناعة كتطلب موارد كثيرة من ناحية الماء. طبعا الصناعة ما يمكن لهاش تدار من غير ما تكون عندها تأثير على موضوع الماء، ولكن احنا كنشوفوا القطاع الصناعي كذلك كحل، لأن الحلول اليوم جاية من الصناعة. تحلية المياه، جميع التكنولوجيا اللي جاية اليوم هي جاية من الصناعة. فالموضوع المياه موضوع جدا مهم. تكلمت على التجربة ديال الدول الثانية، ولكن المغرب نفسه هو بلد جد رائع، المغرب هو بلد رائد في موضوع الماء. كان نحيو جميع الإجراءات اللي اتخذها المغرب باش يحد من الآثار ديال الجفاف الأخير وموضوع ديال ندرة المياه في المغرب في جميع القطاعات. احنا كمنظمة أممية تعنى بالتنمية الصناعية كنشتغلوا يد في اليد منذ العديد من السنوات مع جميع القطاعات الصناعية فيما يخص تقليل من استهلاك الماء، ولكن تدوير الماء، التشجيع كذلك الابتكار في هذا المجال. وحنا سعيدين أننا نكملوا هذا التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال إن شاء الله. طبعا هو التغيرات المناخية عندها تأثير على جميع الدول، ممكن الدول العربية بصفة خاصة والمغرب من بدو
الدول اللي كتعاني من ندرة التساقطات اليوم. الموارد المائية كتعتمد بصفة عامة على المياه، على التساقطات يعني لما كانش تساقطات. وحنايا من ناحية القطاعات الإنتاجية، القطاعات الإنتاجية هي مرتبطة بالتساقطات، يعني لا الفلاحة ولا الصناعة ولا جميع القطاعات الثانية السياحة. من بالأهم الحاجات اللي دارها المغرب، وحنا كنكملوا في التعاون كذلك وكنحاولوا نشاركوا بالتجارب ديالنا من خلال التجارب في الدول الثانية، ولكن المغرب كيدير بالجميع، كيحاول يحط جميع الحلول الممكنة للتصدي لهذا المشكل.